أقول لك البنت في الكامل، عشان كذا ناديتك بك تضبطني. شربها يا عامر، عطني سنابها ومالك إلا اللي يرضيك. لا يا شيخ، تبي تسرقها يا هطف، أنا أبي شورك بس. غريبة يا عامر، مين من عوايدك؟ تحسبني زيك يا ورع؟ أنا بتزوجها. أخس يا عامر، تلعب على الثقيل أنت. إيه لا تطقطق، الحين الزبدة، باخذ رايك. هديها وردة. وردة يقد بك يا ابن الحلال. اسمع، البنات ما ينفع معهم إلا الجوالات، جيب لها جوال. أم عاد جوال يا أبوي، هذه ما هي بكاش، اللي بعده جوال ما يمشي معها. أجل اسمع، مالك إلا تجيب لها شيء تحبه، حتى لو مو بغالي، أهم شيء يعجبها. جبتها، بكرة هديتها تحضر عندها. أهلين عامر. هلا بالزود، أنت بالبيت؟ إيه، ليه؟ أبد، أنا عند باب بيتكم وبيس الموضوع. أوكي تفضل أدخل، أنا نازلة. مرحبا فيك أخوي عامر. هلا بالزود، تصدقين بيتكم أفخم من حياتي. الله يكثر سواريفك. تفضل تفضل. طب غمضي يونس. ليش؟ أمانة غمضي يونس. جايب لك قطاوة هدية لوسي علشان ما تطقها النفسية. وش ذا؟ طلعهم من البيت. سلامات، ثلاث ساعات وأنا أدورهم بالشوارع ولا حقهم من سيارة لسيارة، بالأخير تقولين كذا هذا جزاتي؟ تبي تخرب قطوتي؟ جايب قطاوة الشوارع عندي، حتى لوسي خاف. وش ذا الشخص أنا؟ كلها قطاوة يعني، علشان ذي من نسيم النظيم حقتكم منحطين. أقول لك تردتني أنا والقطاوة اللي معي. لأنك غبي. إيه لا تغلط، لا أفصل عليك الحين، تراني حساس اليومين ذي. وش تبين أقول لك؟ بنت في الكامل وكيوت ودراهم. إيه شايفها أنت؟ لا أنت قلت لي. أنا قلت لك البنت في الكامل، ما قلت لك كيوت. الزبدة عندك حل الحين؟ الحل لازم تصلح غلطتك. صلح غلطتي؟ شلون؟ لا تقول لي هدية، ترى ذي برج المملكة ما يملى عينها. لا العينات هذه أعرف كيف أخليك تجيب راسها. كيف؟ أرسل لها أغنية فيها عتب. والله أنك جبتها، أبوك التعزيز البطل. عندي الأغنية. خلصت من جملة الخلة، نحسن لأعيش وحداني، ما عاد عاشر جميع في العذاب الذي جاني. خلصت من جملة الخلة، نحسن لأعيش وحداني، ما عاد عاشر جميع. ها بشر، وش رسلت لها؟ خلصت من جملة الخلان، أحسن لي أعيش وحداني، بشير أحمد شنان. صاحي أنت وجهك صاحي، نأخذ الزمزمية وأدمجك فيها. الأغنية دي رسلها لصالح، رسلها لتركي، مو هو البنت أنت وجهك. يلا انتظر بلوك، انتظر وش تناظر. أرسلت.